طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. بيه نقصان كبير وانا ما اصل فيه. الدستور هو وليد عمليه سياسيه عرجه، اساسا ولدت عرجه. ولدت عرجه بظل نظام احتلال، الاحتلال سواها قامت على الطائفيه السياسيه، على التهميش وعلى الاقصاء وعلى المحاصص والى اخره. نعم. هاي العمليه السياسيه انتجت هذا الدستور وانتجت الاوضاع السياسيه اللي احنا فيها. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. نتحدث في الجزء الأول من هذه الحلقة حول جلسة استكمال الحكومة لهذا اليوم. طبعا من المفترض أن يعقد البرلمان اليوم الثلاثاء جلسته المتعلقة بإكمال التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي، الذي لم ينجح في الجلسة الأخيرة الأسبوع الماضي في جمع الأصوات الكافية للتصويت لصالح وزرائه كافة. رفض البرلمان في حينها التصويت على مرشحين لثماني وزارات، معروف هذا الشيء، وهي الداخلية والدفاع والعدل والهجرة والتخطيط والثقافة والتربية ووزارة التعليم العالي. طبعا تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقف بوجه مرشح تحالف الأحزاب الشيعية المقربة من إيران، وهو رئيس هيئة الحشد الشعبي المقال فالح الفياض، لمنصب وزير الداخلية. اعتبرت قائمة السائرون حينها بأن الفياض سياسي معروف ووجه مجرب، بالإضافة إلى عدم التصويت لصالح مرشح ميليشيا العصائب لمنصب وزير الثقافة الذي لا علاقة له بالثقافة بحسب برلمانيين موالين لمقتدى الصدر. طبعا عبد المهدي واجه تحديا صعبا مع تشتت القرار السياسي لدى الأحزاب واشتداد الخلافات بين الكيانات حول الحصص التي تطالب بها. ترفض كتلة عطاء العائدة تنظيميا لفالح الفياض وهادي العامري أن يكون غير اسم الفياض مرشحة لوزارة الداخلية، مصرة على اسم الفياض يعني ذات الميزانية المالية العالية والمتحكمة بتوزيع نحو 1 مليون عنصر أمن من الشرطة والشرطة الاتحادية وحماية المنشآت والعمليات الخاصة وأفواج الطوارئ وقوات السوات وتشكيلات أخرى مختلفة في عموم مناطق العراق، فضلا عن سيطرة وزارة الداخلية على منافذ البلاد مع جيران العراق. ميليشيا العصائب متمسكة كذلك كما أشرنا بمرشحها لوزارة الثقافة، ولا يختلف الأمر مع الأحزاب السنية المتسابقة على وزارة الدفاع وتبادل الاتهامات بين المرشحين من الأحزاب بتهم تتعلق بالفساد والانتماء لحزب البعث وتنظيمات إرهابية منها القاعدة كما يقولون، كما أن الأكراد ينتظرون وزارة ثالثة كحصة لأحزاب إقليم كردستان العراق بعد أن تمكنوا من نيل وزارتين وهي المالية والإعمار والإسكان، ونظرا لاتساع نفوذ ميليشيات الحشد زيادة نفوذهم السياسي اليوم يدعم شقيقة زعيم ميليشيا بابليون كما معروف أسماء الكلداني للحصول على وزارة العدل، وتحدثنا عن هذا الموضوع في الأسبوع الماضي حول وزارة العدل. اليوم عبد المهدي ينتظر دعم من مرجعية النجف، يعني هناك توقعات من داخل البرلمان من أنه من المتوقع دخول مرجعية النجف على خط الوساطة مجددا في حسم الخلافات الحالية بين القوى السياسية حول مرشحي الوزارات الأمنية وست وزارات أخرى لم يمنح البرلمان مرشحيها الثقة في جلسة نهاية الشهر الماضي، كما أشرنا بسبب خلافات حادة بين معسكر البناء المقرب من طهران الذي يعد نوري المالكي وهادي العامري أبرز رموز هذا التيار وهذا التحالف، ومعسكر الإصلاح الذي يتزعمه مقتدى الصدر وحيدر العبادي وإياد علاوي، وهو ما اعتبر بمثابة نهاية سريعة للتوافق بين المعسكرين الشيعيين كما يقول أو كما تتحدث مصادر من داخل البرلمان، وعودة الخلافات على الملفات السياسية والأمنية. طبعا من المقرر وفقا لإعلان سابق من البرلمان عقد جلسة خاصة اليوم
أنه كما أشرنا يتم خلالها عرض مرشحي الوزارات المتبقية نفس الأسماء تقريبا الثماني، وهي الدفاع والداخلية والعدل والتخطيط والثقافة والتربية والتعليم العالي والهجرة. طبعا الدفاع والداخلية كما أشرنا والتخطيط من الوزارات السيادية التي تم استثناؤها من وصفة حكومة التكنوقراط وتركها كما كانت سابقا بيد مرشحي الأحزاب. طبعا الحكومة أعزائي المشاهدين ليس فيها أي تكنوقراط كما شفنا الـ14 اللي تم اختيارهم في الأسبوع الماضي. في هذا الإطار مسؤول مقرب من رئيس الوزراء تحدث بأن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي قد يطلب دعم من النجف مرة أخرى في الضغط على الكتل السياسية لتسوية ملف إكمال النقص في حكومته. ووفقا لهذا المسؤول هناك جهود من عبد المهدي في إقناع كلا المعسكرين الشيعيين التي يعني قال بأنها باءت بالفشل ولم يبقى سوى طريق المرجعية بعد دخول محمد كوثراني الذي يعرف بالعراق أو يعرف في العراق على أنه مسؤول ملف العراق بحزب الله اللبناني، وكذلك السفير الإيراني إيرج مسجدي لدعم ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية رغم ما يشاع بأنه هناك رفض من قبل مقتدى الصدر وقوى سنية وكردية لذلك. نريد أن نستمع إلى أصواتكم حول هذا الموضوع. اليوم من المحتمل أن يتم عقد جلسة في البرلمان لاختيار باقي الوزراء وعلى رأسهم الداخلية والدفاع، ومع إصرار الكتل على ترشيح أسماء بعينها. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم أين أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي يحفظك إن شاء الله. أخوي عمر، تشكيلة الحكومة هاي تكملة بما بدأوا، يعني هو واقع حالة دا أقول لك. نعم. يعني هسه كل واحد يعني هم الشعب كله والمأساة كلها وتراقبون على المناصب، فالمناصب هاي يعني تعليمات قتلوا بعض، جوعوا بعض، هجروا بعض، قتلوا بعض. فهاي الحكومة يعني ما بيها يعني أي شيء يخدم الشعب العراقي. نعم. فهم دول يعني مسلسل، فالعراق مقبل على كارثة لا سمح الله. الله يستر يعني صراحة. نعم. برأيك هذا الإصرار على أسماء بعينها، يعني الكتلة مثلا جماعة هذا العامري يصرون على فالح الفياض، هناك إصرار على من قبل الحشد كذلك على أخت ريان الكلداني لتوليها وزارة العدل مع افتقادها وعدم خبرتها في هذا المجال، هذا الإصرار برأيك يعني ليش يجي إصرار على شخص معين؟ يعني معقولة هي الكتلة بنفسها ما موجود بديل؟ لو هناك أوامر مثلا خلينا نقول من إيران على هذه الأسماء فقط، هذه الأسماء لازم تتولى هذه الوزارات. نعم أخي، هذول هم لما جابوا يعني فالح الفياض بالحشد، فهو يعني ما شاء الله يعني تاريخه أسود من زمان، يردوه يعني مجرم، هذا كلهم مجرمين دولة، يعني أي واحد قتل الشعب العراقي أو جرحه شخص صغير فهو كافر، فهم ما يجيبون الناس أوادم، يردون كفر قتلون الشعب العراقي. يعني ما صار ساعة لما انتهت مع داعش لحد الآن فكروا بالمناطق الغربية، أما تفكيرهم بس بالقتل إرهاب، فدولة ما يخدمون الشعب العراقي. يعني ما فكروا بالثروة السمكية وخيرات العراق وين صارت، ما يهتمون، اهم شيء عندهم المناصب. فهذول يعني كارثه على البلد، يعني اذا استمروا لا العراق ينتهي. نعم. انا اشكرك ابو حسن من بغداد كان معنا. يعني كما اشرنا رغم رفض مقتدى الصدر وقوى سنيه وكرديه لهذه الاسماء على اعتبار انه شخصيه مؤدلجه وله ارتباطات بخارج العراق اكثر من داخله، اكد بان معسكر البناء محور نوري المالكي وهادي العامر يرفض ايضا مرشحي وزارات أخرى قدمها الصدريون، وهذا ما يزيد من صعوبة الأزمة الحالية. يعني حقيبة وزارة الداخلية الشاغرة في الحكومة أنهت كما تشير صحيفة العربي الجديد، أنهت حالة الصفاء الذي استمر أسابيع بين تحالف الفتح بزعامة العامري وكتلة سائرون بزعامة الصدر، إذ أن إصرار العامري على مرشحه فالح الفياض لحقيبة الداخلية
قوبل برفض من قبل تحالف سائرون وبفيتو قاطع من قبل مقتدى الصدر. النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني قال بأن الفياض ما زال مرشحنا الوحيد لحقيبة الداخلية ولم يطرأ أي تغيير في موقفنا، وبأن الأسماء للوزارات ما زالت مطروحة، مؤكدا بأن تمسكنا بالفياض قوبل برفض من قبل الإصلاح وهناك خلافات بين الإصلاح والبناء أيضا على ترشيحه، لكن بالنسبة لتحالف البناء يبقى فالح الفياض هو المرشح الوحيد لنا ولا بديل لنا عنه، وأشار إلى أننا نسعى إلى التوافق مع الكتل الأخرى من أجل أن يكون الفياض وزير للداخلية، وأشار إلى أنه في حال انعقاد جلسة التصويت فلدينا إمكانية التصويت عليه من خلال التفاهمات مع الكتل البرلمانية الأخرى. في المقابل رفض تحالف سائرون مرشح تحالف الفتح وحذر من مغبة تسليم الوزارات الأمنية إلى أشخاص مرتبطين بأحزاب سياسية. وقال النائب عن سائرون رامي السكيني قال بأننا ننصح كتحالف سائرون ننصح أن تكون هذه المقاعد الباقية من الوزارات لمهنيين ومستقلين، كما قال كونها تمثل هيبة الدولة ولا نريد أن نكرر الأخطاء السابقة. أكد بأن الأخطاء الأمنية في الوزارات الأمنية يجب تلافيها من قبل عادل عبد المهدي ومن الوزراء الجدد، فالوضع الأمني شائك لا يمكن العبث به. هذا ما قاله رامي السكيني عن تحالف سائرون. شدد كذلك على أن تلافي الأخطاء يتطلب خطوة صحيحة والبدء بطريقة صحيحة من تقديم وزراء مهنيين مستقلين لا تؤثر عليهم قرارات الأحزاب ولا تؤثر عليهم قوى الأحزاب وعلى أقل تقدير الوزارات الأمنية، وعكس ذلك سيبقى العراق دائرة في حلقة مفرغة من التردد الأمني. ودعا إلى انتقاء الصحيح للوزراء حتى تبدأ خطوة صحيحة بالاتجاه الصحيح. معنا اتصال أبو محمد من الديوانية، تفضل أبو محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ عمر؟ حياك الله، يا هلا بيك. الله يحييك. الله يسلمك. طبعا موضوعنا اليوم على تشكيل مال الحكومة. نعم، اليوم هناك من المحتمل جماعة يعقدون جلسة لاختيار باقي الوزراء، وعلى رأسهم طبعا الداخلية والدفاع. بالعرب عندنا مثل عندنا بالعرب، نعم بالعامة. نعم، يقولون شلون نفس الجدير والشكير نفسه. والله عيد لنا المثل أبو محمد. يقول نفس الجدر ونفس يعني نفس الجدر والشفتير مالته، يعني هي معروفة طاعته. نعم نعم، هم نفسيتهم يخلطون بينا جدر نفسه والشفتير هم. نعم طبعا معروفة هاي، طبعا أكيد طبعا. أي نعم، حياتيكم طبعا، هو يعني شيء يعني حلو يعني. نعم، فإحنا نقول لشعبنا والله العظيم لا تتأمنون شيء من ذولة. نعم، الله وكيلك ما تتأمنون شيء، كذب كذب. يعني أنا أقول لك شو تريد يعني تبدي منين؟ من الموازنة؟ احنا ايش صارنا من 2003 كم موازنه مخرفه؟ نعم، حصلنا وش قبضنا وش عمر العراق بي نسولف بالله. اسالك بالله من 2003 احسب لحد 2000 وحنطب 19 يعني يقرون الموازنه بعد شهر، طبعا مو صحيح ولا؟ نعم، متى تحسب لنا بال 2000 مليار دولار؟ بو 2000 مليار دولار مو 2000، خلينا نحسب 500 مليون دولار مليار. نريد نحسب عندنا نعمر بين العراق 500 مليار والله يسوون العراق مثل دبي. نعم، عندك علم يا ولا؟ واللي جاء يوميا النفط ينباع ب 4 مليار دولار، 4 مليار الشهر تضرب من قد يصير؟ احسب من وين يصير من غير المعابر السعوديه؟ هاي الثروات اليوميه الخير على العراق. ثقب الله ورسوله، ميناء البصره 60 كيلو، شاهد الله كل 10 كيلوات 5 كيلوات الحدود. هاي قاعك وهاي قاعك، شلون الحدود؟ نعم، لا يجي واحد يقول لي والله الحكومه زينه وراح يجي عادل عبد المهدي يعمل ويصلح، وعادل ما نصلح روحه لقدام. نعم، روحه ما صلحها من النفط والغاز قبل الساعة. شلون هذا غير مجرب كان وباق وصار وزير ماليه وزير النفط؟ شنو القبض ما من عنده؟ تجي هاي الوجوه النفسيه كلها عطشانه وجوعانه وما شايفه. يعني هاي ايش راح اسوي؟ راح اشفط العراق اشفط النفط؟ شو يريد يتامل من هالشعب بعد؟ هذا المطر هسه فيها يعني مطره بسيطه. يعني احنا شلون يا استاذ عمر يعني نضل شلون يعني يوميا نفس اللعبه والنكته نضحك على روحنا؟ احنا نريد لنا واحد يكون يفزع لنا فزعه يريد يخلصنا من هذا النظام، ماكو. نريد لنا واحد شريف، ماكو. وين نلقى شريف بعد؟ بس سولف لي. الشرفاء كلهم قاعدين برا والله العظيم. وزير التجاره السابق، وزير التجاره اظن محمد اسمه،
اللي بزمن صدام. نعم. هذا انسان ناجح والله العظيم ما يردون يجيبونه، هم ما يردون، يردون يبقون، ما يردون الانسان المصلح. يا اخي العراق كان بزمن صدام تجاره عايشين على الغذائيه، نبيع منها ونصرف وناكل ونشرب ومأجرين بيوت ونطلع ايجار من الغذائيه. نبيع شكر ونبيع هاي المواد الغذائيه. هسه الغذائيه ماكو سمن ماكو، بس الشكرات كل ثلاث اشهر من شهرين حصل. بطل زيت مواطن. مواطن اغنى مواطن بالعالم واغنى بلد بالنفط. يعطونا بالشهر بطل زيت ب 1000 دينار. يعني يضحكون على الشعب هذا المسكين. يعني بطل زيت يضحكون على مواطن عراقي. ولكم الوادي وين وصلت؟ العالم وين تطورت؟ يا اخي فلسطين هذه حروب صار من الاربعينات. والله شوارع وخدمات احسن من عندنا. شي نايب والله ملينا، ما ادري انا متعجب هذا الشعب النايم. نايم بالخيشه، نايم بالطين، نايم بارض العيش عايش. وشعبيته مرتاح على ويا شعبك. شو ترجل من هذا الشعب النايم؟ انتم كم واحد الشرفاء جاي تحشون قنواتكم؟ لا والله العالم هاي القنوات كلها مو شريفه. فقط قناه الرافدين جاي اشوفها الصيح من الصبح لليل وما حد جاي يسولف. هي كل قناه عندها حزب، هاي القناه الرافدين اللي جاي تحكي من مصلحه العراق، لا شغله لا بالبصره ولا بالانبار. فقط تحكي على ثروتنا وتحكي على مصالحنا. نعم. والوادي ما الرافدين حرب، ها الرافدين ارهابيه، ها الفلوجه ارهابيه. يا اخي عفونا من سوالف الارهاب وداعش. خلونا نعيش، خلونا يجيبونا واحد يخدم. القانون العراقي ميت، ماكو قانون بالعراق. نعم. القضاء اللي يسوي لك شغله يوقف ويل عنده فلوس، ما يوقف ويل الفقير. انت بعد من هاي وقيل، القضاء قام يعطونا فلوس ويطلع. يكتب كتيل ثاني يوم يصبح يمشي يمك ويطيل الشده وطالع. هو العراق ضاع يا اخي، ضاع من القضاء، ضاع من الدين، من كله. وتحياتي لك طبعا، طولت عليكم. شكرا لكم وقناتكم الكريمه. اشكرك ابو محمد من الديوانيه كلام معنا. معنا اتصال ابو زينب من النجف. تفضل ابو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يسعدك. حياك الله يا اهلا بك. ما اعرف بالنسبه للموازنه ايضا، يعني طول موضوع اقرار على حال موضوع اقرار الحكومه والوزراء والكذا. نعم. زين احنا جاي نشوف يوميا انه النفط ما بين 70 الى 75 الى 80 82. طيب هم ايش اقروا الموازنه 2019؟ اقروها على اساس سعر البرميل النفط 60 دولار ونص. نعم. هسه قبل حوالي 4-5 ايام طلعوا لنا بلعه جديده انهم حولوها الى 56 دولار. زين هاي البقيه هذا المن راح يروح بجيب من؟ اي واحد. ثانيا هي نفس العمليه. نعم. راح تصير انه هاي حفتك وهاي حفتي وطز بالشعب العراقي. وبالجهنم ويا الشعب العراقي لين يستاهل. اللي انتخب هذول القرود، هذول الحمير، هذول العملاء والجواسيس اللي دمروا البلد من الشمال الى الجنوب. يعني حتى السمك بالماء ما خلص من عندهم. يعني ايش منتظر الشعب العراقي؟ ايش منتظر ان يقوم ان يظهر ان يثور حتى ياخذ حريته ياخذ كرامته؟ زين هذول الوجوه الكالحه يعني يلعبون بمئات والاف المليارات والشعب العراقي كاتل الجوع كاتل الفقر. مدار الصين اغنى دوله بالعالم، تبليطاتنا كلها طشات وكلها حمر، المجاري البواري مالتها ما تصلح للمي الصافي. يعني اسالك اي مهندس، المجاري البوري مالته ما لا يقل عن متر متر ونص. هذول يجيبوا لك اياها القطر مالته 25 سنتيم. ايش منتظرين يعني؟ الشعب ايش منتظر؟ الصوت صوت الشعب مو صوت الحكومه. وطز بهيك شعب غبي وجبان. وشكرا. ابو زينب من النجف كان معنا، شكرا لك. طبعا يعني اضاف النائب رامي السكيني ان ما طرحه عادل عبد المهدي يعني نوعا ما كان عليه الاعتراف في استراتيجيه بناء الدوله وليس على اشخاص معينين. طبعا هذا الموقف المتقاطع بين تحالفي الفتح وسائرون يعني اجج امكانيه اكمال الحقائب المعطله بحكومه عبد المهدي. فقد اكد النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي بان تحفظات تحالف سائرون على بعض المرشحين للتشكيلة الوزارية هي التي أجهضت المساعي الرامية للتصويت على جميع الحقائب الوزارية خلال جلسة التصويت الأولى، ورأى بأن جذور هذه الخلافات تعود إلى انسحاب فالح الفياض مع 20 نائبا من كتلة النصر بزعامة حيدر العبادي وانضمامهم إلى تحالف البناء. نتذكر أنه حيدر العبادي قام بإقالة فالح الفياض من
الأمان العامة لميليشيات الحشد الشعبي. طبعا الكتل السياسية ادعت بأنها تركت الخيار لعادل عبد المهدي في اختيار مرشحي للحقائب الوزارية على أن يكونوا من المستقلين والتكنوقراط، بينما انتقد السياسيون ذلك الادعاء واعتبروا أن صراع هذه الكتل فيما بينها لم يترك خيارا لعبد المهدي سوى ترشيح حزبين لحكومته. القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنقالي تحدث بأن الصدر كان غير موفق في حديثه عندما يقول منحنا الحرية لعبد المهدي فهم يفرضون رأيهم ويمررون من يريدون ويعملون على عدم تمرير الثمانية الباقين ممن لا يتماشون مع توجهاتهم، وأكد بأن هذا تدخل واضح من قبل سائرون في عمل عبد المهدي. معنا اتصال محمد بن بغداد، تفضل. تسمعني محمد؟ محمد أبو محمد من السماوة، عذرا. تفضل أبو محمد. تفضل أبو محمد. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك حبيبي؟ شلون عارفيتك؟ حياك الله، الله يسلمك، الله يخليك. برنامجكم هذا برنامج جدا رائع، بس أني اللي أريد أقوله، الله يخليك، اللي نعم. أريد أقوله يعني حرام إحنا نسكن على الوطن هذا الطيب، الوطن الطاهر، الوطن اللي مع الأسف اللي احتلته إيران مع شديد الأسف. نعم. ألو يا أبو محمد، اسمعني من التلفون، نصي للتلفزيون يعني للأخير. الله يعزمك، الله يعطيك العافية. حتى السمك بالمي ما مخلص من عندهم، حفنة عظامة، حفنة ناس أدب شزية، مع اعتذاري على هالكلمة. يعني لازم أروح العراق، هذا هو شنو فرق عبد المهدي من غيره من غيره من غيره من غيره؟ نعم. إحنا نريد حتى لو كان يهودي يجي يخدم البلد. نعم. وأني أشكرك وبارك الله بكم، ممتن جدا لهالبرنامج الرائع. أني أشكرك أبو محمد من السماوة، أني أشكرك. محمد من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي بس أريد أعرف يعني هذا عادل عبد المهدي يعني ما راح يغير النجم. نعم. والله يعني نفس الوجوه ونفس راح تبقى على الساحة. فالعراق الوحيد المتضرر في هذا البلد. نعم. نعم. يعني نفس الوجوه خوي راح تبقى. فأشكرك أنا والله على هذا البرنامج وهاي القناة الرافدين الوحيدة. نعم. محمد أريد أسألك، تسمعني لو رحت محمد؟ وياك وياك. نعم. يعني مثلا اليوم الفتح يقول لك احنا ماكو الا فالح الفياض يصير وزير داخليه، كتله نعم. ثانيه تقول لك الا فلان يصير وزير للعدل، كتله اخرى تقول الا نعم. فلان يصير وزير للدفاع. ليش هذا نعم. الاصرار برايك على هذه الاسماء؟ والله ما ادري اقول لك. هي انا اقول لك هذا عادل عبد المهدي ويران حبته. نعم. فاحنا العراقيين الوحيدين مضررين بهذا الشيء. نعم. اي والله. زين هو مثلا من يجي وزير غير عنده خبره، مشتغل بالوزاره، تدرج مثلا نعم. من كان موظف وصار مدير وبعدين صعد نعم. وصار عنده خبره باي وزاره، هاي بكل العالم. نعم هذا احنا بالعكس، يجي من برا يستلم وزاره. نعم. هذا تلقاه حتى شهادة ما عنده، حتى شهادة ما عنده، تلقاه قبل صعد محكمة، العفو قبل يعني صعد على لزم كرسي، تلقاه حتى شهادة ما عنده. نعم. وأنا يعني أشكرك والله أخوي شكر الجزيل، وأشكرك على هاي القناة، وأسأل الله أن يوفقكم إن شاء الله. أشكرك، ربي يحفظكم ويسلمك، أشكرك محمد من بغداد كان معنا. طبعاً يعني ماجد الشنقالي يعني لفت إلى أن هناك اتفاق كان بين سائرون والفتح على تمرير تشكيلة حكومية، وأن سائرون أخذت حصتها من وزارات الكهرباء والصحة والنفط، واعتبر بأن الحديث عن هذا الوزير غير مستقل وغير متحزب
يقول هو حديث مجافي للحقيقة، أشار إلى أن كل السياسيين الموجودين اليوم في التشكيل الحكومية هم متحزبون ويتبعون الأحزاب، والأربعة عشر وزير الذين تم تمريرهم هم غير مستقلين ويتبعون جهات معينة. معنا اتصال، الاسم أبو ياسين من بغداد، تفضل أبو ياسين. تحياتي لك أخوي حياك الرافدين. يا أهلا بيك، أهلا وسهلا بيك أخي. أخي واضح أنه الإيراني ما طول سيطر على العراق من شماله إلى جنوبه، وأنا هاي دائما أكررها. نعم. وسيطر على أقول 70% من العراقيين، صدق ما راح يخلي العراقي ينعم بعيشته في بلده وعيشة أبنائه وأبناء أبنائه وزراعته وميه وشوارعه والأمن والأمان. هسه خلينا ملخصك نقارن بين النظام السابق الوطني وبين النظام الآن الحاكم، واللي يشهد ليس العراقيين وإنما العراق بالذل اللي هو به من 2003 لحد الآن. أخي أول ما لفوا للعراق كلهم أهالي عمائم القوط، أول ما لفوا لغوا الأمن والأمان اللي كان موجود بكل شوارع العراق، وخلقوا الفتنة بين العراقيين والأراضي الزراعية لغوها ويتم دفنها بالنفايات، ومينة لوثوه، شوارعنا حفروها، والكهرباء حتى قمنا ما نشوفها، حتى قمنا يعني نستاقلها. أخي ما مشوا خطوة إلى الأمام إذا مو بيها أذية للعراق والعراقيين. الكو دمروا وغشوا الناس باسم الدين الفقرة اللي غشوهم بحب الحسين، والحسين صدق أنا متأكد من كلامي السلام. إذا ظهر الحسين وعارضهم على أفعال صدق لي كتلوه ويعدموه مثل ما عدموا صدام حسين، لأن الحسين رجل شريف عربي ويحب لحمة الإسلام ويحب الخدمات، هو مات من أجل هذا الضيم اللي هسه هم جاي يقاتلون العراقيين، هو مات، هو كان يدافع مثل ما صدام حسين كان يدافع. أخي واللي خلونا صدق منهم وبيهم، صدق ما يريدون العراق ينهض، صدقني ناس من عمامة إلى قات صدق ما يريدون، لأن هذا كله لفط فلوس، ناس دجالة حتى الحيوان ما خلص منهم. هاي السمتة الأبنك ما خلصت منهم، لا شجرة خلوها، لا حجر ما فلشوه، لا تكرم حيوانات ما كتلوها، أستدوا حاقدين على الشعب العراقي. شنو ذنب السمك؟ شنو ذنب المياه؟ بس أخي هذا بالإيراني صدق أنا متأكد، وإنما روح الوطنية هي اللي تنبهني. هذا ذل يذلون العراق من شماله إلى جنوبه، حاقدين أكثر شيء على الغرب والبصرة، البصرة اللي ظلت القاتل صدقوا البصرة إذا طفوها راح تطفى شمعة فرد نوب، يمحون السنة والشيعة وشبه خدمات بيها. وأنا أشكرك أخوي. شكرا أبو ياسين من بغداد. كان معنا اتصال أبو نزار من واسطة، تفضل أبو نزار. ألو. تفضل أبو نزار تسمعني؟ أيوه. تفضل عيني، تفضل أبو نزار. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم يا طيبين يا شرفاء. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بك. الله يسركم يا فضائية الشرفاء يا فضائية الوطنيين. الله يسلمك. الله يعافيك أستاذ عمر. أستاذ عمر والله أنا متأسف بس شي تعبكم وفضائية وعليها صرف وموظفين، والله ماكو كل فايدة غير قومة الشعب ضد ذول الوحوش. لازم احنا نوضح قضيتنا أبو نزار حتى وإن طالت المدة. والله أستاذ عمر مثلك عند كل شريف واضحة، عند كل شريف واضحة، عند كل وطني واضحة. نعم. واضحة. نعم. ألو. أسمعك واضح. بعد عيوني البارحة قاسم سليمان قائد الحرس الثوري يقول فزنا على أمريكا 3-0. ويوضح شلون 3-0، يقول ثلاث الرئاسات تابعات المعسكر الإيراني. نعم. هو بدون ما يقول هي واضحة عند كل وطني، وما لهم كل شارة، ما أكو كل شارة غير هذا الشعب ينتفض، بس خونوه بالرواتب. أنا ذيك المرة حكيت على حزب الفضيلة، واحد موظف بالفضيلة بدأ يدافع دفاع مستميت عن حزب الفضيلة، تودني قبض دراهم. نعم.
زين ما عندي ما عندي ايه. غير قومة ابطال على ذولا الخونه اللصوص اللي امتصوا دمنا ونهوا شعبنا. نعم يا شريف يا نظيف. نعم. يا فضائيه انا احس بوطنيه كامله بهاي الفضائيه. الله يسلمك، هذا واجبنا ابو نزار. والله واجبكم. نعم. واجب كل حس وطني وشريف لهذا البلد وعزيز علي بلده. الله يعزك ويسلمك. الله يسلمك. عيوني. أنا أشكرك أبو نزار، وربي يحفظكم. ربي يحفظكم أبو نزار من واسط كان معنا. خلونا نأخذ البارت الأخير من جزء هذه الحلقة. أكو اتصال. أم زمزم من بغداد، تفضلي أم زمزم. تحياتنا لحضرتك أستاذ عمر، وتحياتنا للكادر والقناة والمشاهدين. الله محييك، أهلا وسهلا بيك. أستاذ عمر، وزارة الدفاع والداخلية وزارات حساسة، ترتي حتى إيران تخاف من هذا المنصب، تخاف عليه. ومنو أسس الحكومة الحالية؟ حكومة عبد المهدي. الميليشيات، قادة الميليشيات هادي العامل وأبو مهدي المهندس. فهذه الوزارات يعني تعرف حساسة، وهي الوزارات الوحيدة اللي تحمل السلاح، فيخافون لينطوها لأي شخص آخر، أخاف يقلب الطاولة عليهم يقلبها، لأن وزارات حساسة وهي الوزارات الوحيدة اللي تحمل السلاح. فلذلك شوف هذه الوزارة كانت تبقى بالأخير أي شخص يقدمون اسمه ما يوافقون عليه، بس يريدون واحد بينهم وبيهم مثل فالح السيارة. نعم. أستاذ واني أسأل، يعني هسه تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني الجعفري يقول انتصرنا على أمريكا 3-0 بتعيين الرئاسات الثلاثة، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب. أريد أقول لهم شنو أنتوا، مع احترامي للسامعين، شنو أنتوا طوبة من الكرة قدم؟ طوبة مع كرة قدم تطلع طمكم إيران لو تطببكم بالهدف، لو ما تطببكم. هاي تصريحات القائد الحرس الثوري الإيراني، ولا واحد رد عليه، ولا واحد رد عليه. ده يقول ذولا إلى جانب المعسكر الإيراني، ذولا إلى جانبنا. هاي التصريحات الأخيرة. وثانيا البارحة استفتحها عادل عبد المهدي، نقدر نقول هو صوريا محطوط والحل والربط بين قادة الميليشيات أو قادة الكتل الحالية. فالبارحة أول هالقد ما يعني أول ما راح زار قيادة الميليشيات الإيرانية اللي أو التابعة لإيران. نعم. راح زار أبو مهدي المهندس وقادة الميليشيات. زين هسه شباب مصدرون قرارات يقولون حيدر العبادي قبل ما يعني ينتهي حكمه منع زيادة رواتب الحشد أو مو الحشد، الميليشيات المسلحة. أنا أقول لهم ابتدعتوا هذا القول، لأن حيدر العبادي آخر فترة حكمه كشفهم أستاذ، كشفهم كان منطيهم ميزانية، ينطون مثلا لكل جندي أو لكل مقاتل مثلا بالحشد يقولوا لهم بننطيه 750,000. فبعد ما كشفهم طلع ينطون لكل مقاتل أو كل ميليشياوي ينطون 500,000. فاكتشفهم قالوا هاي 250 وين صارت؟ نعم. يعني قادة الميليشيات سرق علني، صرح بها قبل ما يطلع من الحكم. قادة الميليشيات عادل عامري وابو مهدي المهندس وقيس الخزعلي وابو النجبة حرامية علني، بس جاي يغطون على بوقاتهم. صرحوا انه حيدر العبادي منع زيادة في رواتب الحشد الشعبي. نعم. حتى يغطون على سرقاتهم. وثانيا أهنيهم مناسبة إعلان العقوبات الأمريكية على إيران. إعلان العقوبات الأمريكية على إيران هي ظاهريا إيران تبين نفسها هي ما مستمة، لكن راح تتدمر اقتصادها، راح يتدمر. طبعا احنا ننكر على الشعب الايراني، بس حكومته تستاهل هذا العمل اللي العقوبات الامريكيه. نعم. واقدر استمر استاذ؟ لا انا والله في اتصالات. انا اشكر جدا ام زمزم من بغداد كانت معنا. معنا اتصال ابو ايوب من هولندا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طبعا انا احييكم واحيي هاي القناه، يعني بصوره عامه نسميها قناه الفقراء. حياك الله. الله يسلمك أخي. بالنسبة اليوم الموضوع على مود تشكيل الحكومة العراقية المزعومة. نعم.
والوزراء على مود تشكيله الوزراء يعني اللي يريدوا يكملوها. نعم. اليوم اخي هم اولا هم يعني يا اخي ما اقدر اعبر لك بس هم يعني منحطين خلقيا هذولا. انا اليوم ولو اطلع خارج نطاق الموضوع قبل ما اتصل بكم خابرت على الموصل اليوم سياره مفخخه في الموصل وفجرت على العالم والمنطقه المسيطره عليه هي من قبل الميليشيات. فيا اخي هذه يا وزاره الداخليه يا وزاره الدفاع يريدون يشكلوها هم نفسهم الحراميه شتلهم ومقتلهم على المناصب وعلى الفلوس. يعني الوزارات يعني تصور الوزير اللي خلوه يخلوه باشراف الميليشيات شي يقول لهم الميليشيات حتى ينفذ لهم مطالبهم على دماء الناس الفقراء. واما الموضوع الاخر يعني شوف شلون الضحوك على الذقون. يطلع وزير الزراعه يقول احنا اكتشفنا انه الثروه السمكيه ما بفعل فاعل وانما اجاهم مرض. نعم. مرض يسموه الخياشيم المتعفنه. يعني الخياشيم الاسماك اللي تعفنت على اساس هذا المرض اللي جاهم. نعم. بالله عليك يعني هسه حتى تجيب واحد ما صاحي تقول له هذا الكلام يعني كل هذه المزارع الاسماك بيوم واحد يموتون؟ نعم. يا اخي هذول يريدون انتقام من الشعب العراقي. الى متى يصحى هذا الشعب العراقي؟ الى متى يصحى يعني؟ يعني انا اناشد اخواني اهل الجنوب والله العظيم جاهم المي وراح يفوتهم المي. فوالله الا ما تكون ثوره والله يقوم الشعب والله يا اخي امبراطوريه فارسيه ولكن ان شاء الله هيهات يحلمون بهذا الحلم بعض بعد العقوبات الصارمه من قبل الامريكان على الحكومه الايرانيه المجوسيه. خلي استعاد عاد هم شنو الشغله اللي راح تصير عندهم يا اخي العزيز؟ انا انبه من قناتكم خلي العالم يسمع ما طول الاحزاب موجوده الوضع الايراني والحصار اللي راح يصير عليه بالمناسبه. نعم. اخي اتفاقيه انه انابيب النفط تمد وتنباع من السوق العراقي حتى لا الدخل الايراني لا يتضرر بشيء. نعم. فهذه معلومه اريد اوصيها وخلي العالم يسمع بصوره عامه. نعم. وانا اشكركم اخي العزيز وطورت عليكم همنا. شكرا ابو ايوب من هولندا كان معنا اتصال ام عبد الله من بغداد. تفضل ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. تحيه لحضرتك والى قناتكم والى كل العراق الشريف. استاذ هسه احنا تكلمنا عن كل الشغلات اللي تقوم بها الحكومه العراقيه وهاي الشغلات ترى هي متكرره في كل 4 سنوات وماكو منفذ الى اصلاح. حتى لا. بالنهايه انه قال مقتدى الصدر مع اتفاق مع الشيوعيه او الحزب الشيوعي انه راح يملا الارض عدلا بعد ان ملئت ظلما وجورا. نعم. زين وبعد هاي الاخر شيء اللي صارت حاله الاسماك اللي ماتت. نعم. ماكو احد طلع وقال انه يعبر عن رايه يعني لمصلحه الشعب العراقي او مصلحه هذول الناس الفقراء اللي انبادت ثرواتهم. استاذ الشغله انت تعرفون كل زين هم الحكومه العراقيه هي حكومه شيعيه ايرانيه عصابه. يا شعب العراقي لسنه وشيعه تعرفون كل زين انه الحكومه الشيعيه فشلت في اداء عملها للشعب العراقي. فانتم كشعب عراقي شريف تريدون مصلحه بلادكم وانتم كل زين تعرفون حتى اذا وجدت حكومه شيعيه فهي ما راح تخلو من اتصالاتها المستمره مع ايران. فانتم اذا تريدون تقطعون ايران اتفقوا يا شيعه العراق مع السنه اقامه حكم سني مع شيعي يدير البلد لانه الشيعه الايرانيين فشلوا في اداره البلد لانه هو يعني مصلحته الكرسي ومصلحته بالراتب. زين ما اقتدى المفروض انه يقولون او الشعب العراقي انه يحددون رواتب البرلمانيين ورئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه اسوه الدول الاوروبيه اللي يروحون عن طريق البايسكل وعن طريق الدراجه وعن طريق التاكسي. احنا ليش ما نسوي هيجي؟ شنو يعني شو يختلفون علينا؟ زين احنا شوارعهم نظيفه. عم الناس ما تريد لهذه الدرجه ام عبد الله. وجبه غذائيه اكلوها الشعب. وجبه
وجبه ماكو احترام للشباب. بطاقه تموينيه كانت تكلف الدوله قبل عام 2003 80 مليون دولار وتتوزع من الشمال للجنوب، اليوم تكلف وزاره التجاره مليار دولار والشعب ما يستلم منها، ما يستلم منها شيء. الشعب هو صاحب الصوت واحنا نستاهل، وراح تستمر هذه الشغلات، وتحد يقول لا انفجار انفجار، احنا دي الموتون للشعب العراقي ما اقول لا نستاهل، حشاهم العراقيين لانه والله تعبنا احنا، يعني هاي الشغله اسماك والله اخذت من عدة شريده من القهر، فكيف على الشعب العراقي؟ ما كان في عاد يا شيعه يا شيعه، انتم اللي ثبتوهم، انتم اللي جبتوهم، انتم اللي خليتوهم بالمناصب ومع السنه هذول، اعوذ بالله من الشيطان، يعني شلون اوصف هذول السنه؟ طولي بالك ام عبد الله، اللي مع الحكومة، مع الحكومه او مع الشيعه الايرانيين، يعني تصورون ايران راح تتخلى عن العراق؟ لا، سيطرت على 3 عواصم عربيه. نعم. لا تتصورون هذا تتخلى عنه ايران الا باتحاد الشعب العراقي وضرب الحكومه العراقيه القلع والتدخل الايراني، من يشوف انه قوه الشعب بسلاحه وبارادته وبغيرته يمكن انه يتوقفون او يصيروا اصل، مثلا لازم المحافظات كلها، يعني انا اشوف البنات واشوف الاطفال من فوق الى ذروه طين، هاي شنو يعني؟ الله يسود وجوههم يا حكومه. أنا أشكرك أم عبد الله من بغداد كانت معنا. طبعا مصادر برلمانية يعني أكدت أنه هناك احتمال عدم عرض ما تبقى من وزارات شاغرة اليوم الثلاثاء، وارد جدا، وكما أنها قد يعني يتم تمرير 4 أو 5 وزارات كالثقافة والهجرة والتربية والتعليم، لكن تمرير وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط بحسب هذه المصادر صعب في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية. رسالة يقول فيها أخي عمر: الوضع في العراق عموما وهذه الحكومة خصوصا هو واقع يوصف بالمأساة الحقيقية، صعب وصفها لمعاناة العراقيين مع عدم توفر الخدمات للشعب وعدم إيفاء بالوعود الحقيقية. الحكومة لم تركز على موضوع معاناة أهل العراق وأزمات كثيرة لم تحل على مدى 15 عاما. معنا اتصال أبو ياسين من ديالة، تفضل أبو ياسين. ياك الله عيون عمر، اهلا وسهلا بك، حيا ودوم، اهلا بك. الاخ سمعون ام عبد الله تطلب حكم الشيعه السني، عزيزتي مو المشكله هنا، هم كلهم خونه وعملاء، اللي دام اقول لك والله البطال امريكا اللي منا مع الاسف لو خلوا ايدهم بيد الخونه، مو هو السنه تقدموا السنه بالسنه حتى يقدموا للعراق، اختي كلهم خونه وعملاء. بعدين عزيزي اليوم وتكملت الحقيبه الوزاريه، هو البارحه راح زار دار العميق للميليشيات الحق. نعم. ابو ياسين دياله. نعم ابو ياسين. ابو ياسين تسمعني؟ انقطع الاتصال مع ابو ياسين من دياله. طبعا على موضوع الاسماك، يعني اكثر من يعني من المتصلين اشار الى موضوع النفوق، واحنا طبعا قبل يوم تحدثنا في حلقه كامله على هذا الموضوع. يعني المسؤول الطبي في منظمه الصحه العالميه علي اكبر وصف نفوق الاسماك بالامر الخطير جدا على البيئه وعلى الصحه، وشدد على ان الاسماك النافقه غير صالحه للاكل ولا يجب استمرار عمليات الصيد حتى يتم الانتهاء من عمليات انتشال النافق منها. رئيس اللجنه الزراعيه في مجلس محافظه بابل سهيلة عباس قالت بأنها لا تستبعد أن يكون سبب نفوق الأسماك قد جرى بفعل فاعل، وأضافت بأنه من أخطر الأسباب هو أن تكون هناك أيادي خفية وراء هلاك هذه الثروة الوطنية، وبينت بأن التعفن في الغراسم حدث أيضا بين الأسماك وهو ما أدى لمنع وصول الهواء وبالتالي نفوق الأسماك، إلى جانب أسباب أخرى منها انخفاض مناسيب المياه ووجود زهرة النيل كما سمتها، وبالتالي انتشار البكتيريا ووصولها إلى الأسماك. أبو ياسين من ديالة عاود الاتصال معنا، تفضل أبو ياسين. أخ عمر، هو اليوم تكملت الحقيبة الوزارية، هو البارحة المرشح من قبل مرجعي عبد المجيد هو يزور ميليشيات الدولة العميقة الحشد الشعبي، وجيه اليوم ينصبون الوزارات
مفروضه واضح 100%. العصائر تقول احنا وزاره الثقافه والاعلام لنا. نعم. والعدل اهل الميليشيات. فخلي شوفوا هذا حال الحكومه اللي جت جابتها المرجعيه الفاسده. اخي هم تقاسموا العراق المرجعيه والسياسيين. شيعتها بسنتها بعربها بكل كلهم قولوا عملاء. ولكن تشوف هاي مال ثلاثه صفير. شوف نتائجها وين راح تبقى فيهم دول الثلاثه. رئيس الوزراء والبرلمان. نعم. وشوف حالة مش راح تصير فيهم مش راح تسوي فيهم امريكا، والله ما نستند بامريكا، بلكن هو هذا هسه الصبح اليوم هسه نهاية ايران والحكومة العراقية، شوف الحكومة راح تودي شعبها المطب راح تخليها تحت اسلحة امريكا وايران، راح تصير ارض معركة. نعم. أنا أشكرك أبو ياسين من الديالة كان معنا. طبعا نختم بهذه الإحصائية لمديرية زراعة محافظة بابل، قالت بأن 90% من الأسماك في سدة الهندية نفقت والسبب غير معروف كما قالت. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين التي تحدثنا فيها وركزنا حول موضوع اليوم. هناك جلسة للبرلمان، من المحتمل أن يتم التصويت على باقي الوزارات وإصرار الكتل السياسية على أسماء بعينها، خاصة على وزارات سيادية كالداخلية والدفاع والتخطيط. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.